حد يعرف يعني ايه امن مركزي؟ يعني ايه امن مركزي؟ يعني في عز الشمس تلاقيني بسلاحي لابس اسود، يعني وانت نايم اكون في الشارع في ليل اسود، يعني رمية في الشارع جنب رصيف اسود، يعني اروح ادفن زميلي واحط على صورته شريط اسود، يعني يوم ما وقعت كان يوم على مصر اسود، يعني ماتشات مظاهرات محاكمات مخدرات مأموريات حدود سفارات لحد ما بقى لون بشرتي الابيض اسود، يعني تلاقيني في العالم دم الاحمر وقلب الابيض ولبس الاسود، وتلاقي النسر على دماغي محطوط في باريه لونه اسود، وفي الاخر شعب يتهمني بالخيانه وتعذيب ولاده، والله دي قلوب لونها اسود. حد يعرف يعني ايه احمد سبايدر؟ يعني ايه احمد سبايدر؟ يعني اقول اي حاجه واقول في اخرها اسود، يعني القرش الأبيض بينفع في اليوم الأسود، يعني حفلة الهالوين الجاية هتنكر في نينجا أسود، يعني غسلت فانيلا بيضة على البارد مع لباس أسود، يعني ركبت امبارح تاكسي أبيض في أسود، يعني نفس طعم الكوكا من غير سكر واللون اسود، يعني جوه صورتي في حاجات صغيرة لونها اسود.